يا استاذ، يا استاذ المحفظه. هعمل ايه بس يا ربي؟ اهلا وسهلا. دي محفظه حضرتك، كانت وقعت منك وانا لقيتها. ها؟ اه اه، الف شكر، ميرسي قوي قوي. طب اتفضلي اشربي حاجه. لا معلش اتفضلي. لا لا معلش. ايه ده؟ اتفضلي معايا، اللي عايز تعمل.
بسرعة هتلاقي القهوة. صباح النور يا سوسن، ازيك؟ ايوه يا سوسن، في حاجة؟ سلامتك، بس كنت جاي اطمن عليك. أنا كويس الحمد لله. مش تروحي بقى على مكتبك؟ طبعا إذنك. ده انتي كده باين عليكي على نياتك. دول رجالة يا حبيبتي، عارفة يعني ايه رجالة؟ يعني ملهمش امان. اسأليني انا. عشان هو بكالوريوس هندسه يعني، وانا دبلوم تجاره. صحيح بلد شهادات. شهادات مالهاش اي مكان في الحاجات دي. امال دي حتى لو ما كانش معاك ابتدائيه فضعف ورقبتك. الله، ده حب بقى. طب بقى لما لسانك ورينا عن الكتاب بدل ما قلمني عليكم يا اله الا الله وفرجك شغلك كده. طيب ماشي، صبر. طيب يا عماد، الو صباح الخير، اديني صادق بيه لو سمحت. اخوه مجدي. الو، ايوه صادق، ازيك؟ الله يخليك. ازيك انت؟ ايه يا سيدي، عاش من سمع صوتك. لا تمام الحمد لله، ماشي الحال الحمد لله. انا بكلمك بخصوص الحاجه. لا 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 لا، ما تتخطش كده، مفيش اي حاجه، هي بس قلقانة عليك وانت وحشها انت والولاد وعايزه تشوفك. مش تبقى تيجي؟ طبعا حاجه، ده حتى امي وحشاني قوي. لا لا يا مجدي، حاجه والله، سلم لي عليها بس لحد ما اجي. حاضر يا سي مجدي، حاضر، مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. ازيك يا ماما؟ ازيك انت حبيبي؟ مسقعة؟ ايه الحلاوه دي كلها؟ صحه وعافيه بقى لحسن، انا جاي واقع من الجوع. عيني يا حبيبي، صحه وعافيه. على فكره يا ماما، كلمت صادق النهارده، بيسلم عليكي قوي. الله يسلمه. طب وما افتكرني؟
ايه يعني يا ماما؟ ما انت عارفه ان صادق ما بيهمدش من الشغل. ايوه يبعت لي ولاده يقعدوا معايا بدل ما انا قاعده لوحدي طول النهار مش لاقي حد اتكلم معاه. يبعت لك الولاد ويسيبوا مدارسهم بقى ولا ايه؟ يا اخويا ما انت لو كنت سمعت كلامي من الاول واتجوزت كنت زمانك مليت عليا البيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت. يا ماما وانت فاكراني رافض الجواز ولا ايه؟ كل الحكايه يا ستي ان انا لسه ما اتكعبلتش في بنت الحلال اللي ممكن ارتبط بيها طول عمري. ودي ان شاء الله هتفصلها عند اني ترزي. للاسف يا ماما ان النوع ده ما يتفصلش، ده لازم يتوجد جاهز كده زي ما هو، ويوم ما الاقيها ان شاء الله هتجوزها على طول يا ستي، ومتهيألي كده ان انا هلاقيها قريب قوي. عضوة قديمة في النادي متعودة تشرب قهوتها كل يوم في نفس المكان وعمرها ما كلمت حد أبدا. بتمشي كل يوم الساعة 1 بالظبط. ما خلاص. ها؟ اه. لسه الاسم ما جاتش، جرايب والامجاد، البنات حواليك زي الفل، بس انت تقشر. ايوه ايوه، خدها يا سعاده الدين، حل بوقك. تسلم ايدك يا عم حنفي، الف الف مبروك، بس يلا اشهله قبل المدير العام ما يجي وتبقى حكايه. مبروك عليك يا معجيب يا غالي يا غالي يا غالي. لما اشوف اخرتها شهر في حاله على هذا الحال ومفيش فايده. صباح الخير. صباح النور. تسمحي لي اقعد؟ انا زميلك، زميلك هنا في النادي وبشوفك كل يوم الصبح وانت قاعده لوحدك. حاجة معينة حضرتك عايز تقولها؟ لا أبدا، مجرد دردشة يعني، أصل أنا قاعد لوحدي وبشوفك دايما بتقعدي لوحدك فقلت نتكلم مع بعض شوية. و متأسفة، أنا بحب أبقى لوحدي، ما بحبش أتكلم مع حد وأفضل أقعد لوحدي. أنا آسف، آسف جدا وأرجو إني ما أكونش ضايقتك، بس أصل أنا يعني من فضلك لو سمحت. قهوتك يا أمي. شكرا. شاي سيادتك هحطه لك هنا؟ لا 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 لا، وديه هناك. مش عارف يا اخي، على قد ما هو موضوع لذيذ بس
غريب جدا ومحيرني، مش عارف اعمل فيه ايه. بقى هي الحكايه كده. شوف يا عم ناتي، موضوعك ده ملوش غير حل واحد، هو انك تدخل البيوت من ابوابها. يخرب بيت مخك يا صفوت، طب انت ازاي قدرت تفهم ان هو ده الموضوع؟ خبره. واحد زيك لا لف ولا دار، هتبقى مشكلته ايه يعني؟ بس برافو عليك، برافو عليك فعلا. تعرف بقى ان انت اوحيت لي بالحل المظبوط جدا، هو ده. وان شاء الله انا هعمل كده. راجع بدري من النادي ليه؟ مش عوايدك؟ في حاجة مضايقتك؟ مش عارفة، مش عارفة يا ماما، الناس دي جرالها ايه؟ مش عايزين يسيبونا في حالنا ليه؟ ايه يا حبيبتي؟ جرى ايه؟ من شهر تقريبا في شاب في النادي ما بينزلش عينيه من عليا، وانا مهملة وساكتة، اقول يمكن بكرة بعده. النهاردة، النهاردة يا ماما تصوري، النهاردة اتجرأ وجه يكلمني. وماله حبيبتي؟ ما كنت تستني وتشوفي عايز منك ايه؟ يمكن يكون جدع ابن حلال وقصده شريف. شريف ايه وبتاع ايه؟ ما يسيبوني في حالي، مش كفايه اللي جرالي؟ يا بنتي حاولي تنسى، لا انت اول ولا اخر واحده يجرالها اللي جرالك. عيش حياتك، انسي. انسى ايه بس يا ماما؟ واللي جرالي ده ممكن ينسي؟ ده كان شيء فظيع، فظيع، فظيع. هتيجي ما تقلقش، اصل حضرتك اللي جيت بدري النهارده شويه، معلش. اتفضل. موضوع مهم جدا، تسمحي لي اقعد؟ اسمحي لي الاول اعرفك بنفسي. انا اسمي مجدي محمد علي، بشتغل مهندس في الشركه الهندسيه للمقاولات، ومرتبي. من فضلك ممكن اعرف طلباتك ايه؟ انا ما طلبتش منك انك تعرفني بنفسك. بصراحه يا انسه، بصراحه انا عايز اتقدم لك. فهمت. وتفتكر الكلام ده المكان هنا مناسب؟ اعتقد ان الحاجات دي بتكون في البيوت. ايوه، ما هو راعي بس ان انا ما اعرفش عنك اي حاجه. وازاي عايز تتجوزني وانت ما تعرفش عني اي حاجه؟ ما هو اصل انا كنت استاذ مجدي، الجواز ما هوش لعبه. طبعا طبعا يا انسه. اسمي سلمى. اهلا وسهلا، عاشت الاسامي. متشكره. اسمك حلو قوي. تعرفي يا انسه سلمى، انا بقعد هنا كل يوم الصبح وبشوفك برضو وانتي قاعدة كل يوم الصبح، علشان كده حاسس ان انا اعرفك من زمان قوي. مش كفاية، مش كفاية يا استاذ مجدي. اذا كنت فعلا عايز تتجوزنا لازم نعرف بعض اكتر. وماله، ما عنديش مانع ابدا، ده كلام جميل جدا. احنا ممكن نبقى ناخد الشاي سوا الصبح، او انا اخد شاي وانتي تاخدي قهوة، لان انا بلاحظ ان انتي بتاخدي قهوة الصبح، مش كده؟ وممكن يعني نستغل الفرصة دي ونتكلم ونتعرف أكتر. و يعني إيه؟ الجميل بيفكر في إيه؟ خايفة يا ماما. كل ده يا حبيبتي عشان مجدي طلب منك الجواز. مجدي ما يعرفش عني أي حاجة. بس إحنا بقى نعرف عنه كل حاجة. باباكي سأل عليه في الشركة اللي بيشتغل فيها، وعارف انه شاب كويس، مركزه كويس ومستقيم، يعني ما يتعبش. مش عارفة، أنا حاسة إني لسه مترددة. ما تتردديش يا حبيبتي،
اتكل انت على الله واللي فيه الخير يقدمه ربنا. اصل مرضي عايز يزورنا وماله حبيبتي يجي اهلا وسهلا واحنا في ديك الساعه لما نفرح بيك يا سلمى. بقول لك لازم اشوفك يا صادق ضروري. ايوه يا اخي في موضوع مهم جدا وعايز اكلمك فيه. لا يا صادق ما مش هعرف اكلمك في التليفون. لازم نتقابل ونقعد نتكلم فيه شويه. ايه مسافر؟ مسافر ايه دلوقتي ومسافر فين؟ السعوديه يا مجدي. ايوه الوزاره اختارتني ضمن بعثه الحج السنه دي. عقبالك. ايه؟ لا ما انا ما عنديش وقت. ايوه ما انا بحضر نفسي للسفر. اجلها لحد ما ارجع يا مجدي. وبعدين بقول لك بجهز نفسي للسفر. هقعد شهر على الاقل. طيب يا عم الحاج صادق. تروح وترجع بالسلامه والف مبروك. مع السلامه يا صادق. ماليش نفسي للاكل يا ماما. مالكش نفسي ده ايه؟ اكون انت كده مهما كبرت مش هتكبر ابدا، هتفضل طول عمرك زي العيل الصغير اللي يزعل ويتقمص لما يطلب حاجه وما تجيلوش. انا مش فاهم بس صادق ده ايه يعني؟ الدنيا كانت هتطير؟ ما كانش قادر ياجل سفره يوم واحد؟ يا ابني هو بايده وانت مالك؟ قلقان كده ليه؟ ده انا ياما اتحيلت عليك عشان تتجوز وانت مش راضي. دلوقتي خلاص مش قادر تصبر. طب بقول لك ايه؟ ينفع انا اروح معاك؟ طبعا ينفع يا ماما. يا ريت. انا بس ما كنتش عايزه اتعبك. تتعبني؟ هو انا اتعب لعزي منك؟ ده يوم المنى عندي يوم اروح كده اخطب لحبيبي وافرح بيه. ده كلام تقوله؟ قوم كلك لقمه كده وحدد الميعاد وانا اروح معاك. يا حبيبه قلبي يا ماما. ربنا يخليك ليا يا رب. يخليك يا حبيبي. ازيك انت؟ اسمع يا زاهر بيه، مجدي ابني بسم الله ما شاء الله مهندس قد الدنيا وبيشتغل في شركه كبيره قوي، واحنا الحمد لله ناس مستورين. يا هاني ما تبقاش مهندس مجدي، غني عن التعريف. المهم عندنا الاصل نقرا الفاتحه على بركه الله. احنا كنا عايزين نأجل الزيارة دي لحد اخوك كبير ما يرجع من الاجازة، انما هو بقى مستعجل. ده احنا شرفنا يا هانم نقرا الفاتحة ان شاء الله، بس احنا ناس محافظين. قصدي يعني يا عم انا مستعد اقدم الشبكة بكرة ان شاء الله. بس استنى لما اخوك الكبير يرجع بالسلامة عشان يحضر شبكتك. ايوه ماما ما هو بس لو استنينا على ما صادق يرجع من الحجاز هياخد وقت وانا ايه خلاص مش قادر تستنى. طب براحتك يا ضناي. متشكر قوي يا ماما متشكر. خلاص يا عمي على كده يبقى ان شاء الله يوم الخميس نعمل الشبكه. هتلحق يا ابني؟ ده احنا النهارده التلات. نلحق طبعا ما نلحقش ليه. اتفضل يا حبيبي الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا ماما. مبروك يا عروستي. الله يبارك. اتفضل. متشكر. معلش انا مش فاهم اول مره بقى. الف مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. زي القمر. ألف ألف مبروك يا مجدي.
الخير يا مجري. صباح الخير يا انسه. صباح الخير. الف مبروك يا فندم. الف نهارات يا ابني. ميرسي يا لويس، خليها احنا على صباها يا لويس. ميرسي. شكرا. انا المره دي عايزه الشاي. ايه ده؟ اه هنبدل بقى؟ نغير. طيب انا قهوتي اهي على كده في البيت بقى. انا هصب لك ال يعني بالاختصار ما قدرتش تصبر يا قنطجي. ما انت عارف بقى يا حاج، اخوك سريع قوي. على العموم الف مبروك، ده اليوم اللي كنا بنستناه. متشكر قوي يا صادق، اوعى تزعل مني. سيبك من الكلام ده وقول لي امتى هتورينا العروسه عشان ابارك لها بنفسي. اهلا. ايه ده؟ ايه؟ سوري انا هيظهر غلطت في الشقه. تعالى مش دي برضه شقة 12؟ شقة 12. طب امال ايه الشياكة دي؟ ايه الشياكة دي كلها؟ جدا حلوة قوي؟ طبعا. طب يلا تعالى اشرب حاجة. لا اشرب حاجة ايه؟ احنا يا دوب كده نلحق نروح. طيب طيب ثواني، حدي خبر لماما وننزل على طول. بسرعة. طيب اوكي. الف مبروك يا مجدي. الله يبارك فيك. ما شاء الله عرفت تنقي. الله يخليك. اتفضل. اتفضل يا سلام. ليك حق تتكلبس الكلبسه دي كلها، العروسه تستاهل. تحبوا تشربوا ايه، شاي ولا قهوه؟ شاي وقهوه ايه، احنا عاوزين شربات. نفديك الساعه لما مجدي وعروسته يزورونا. حاضر. اهلا وسهلا. لا مفيش حاجة، أنا كويسة. مفيش حاجة إزاي بقى وأنت ما فتحتيش بقك بكلمة واحدة وإحنا فوق عند صادق؟ أصلي كنت تعبانة، تعبانة قوي ودماغي بتوجعني. سلامتك حبيبتي. طب اتفضلي. Mm-hmm.
ما مالكش غير كده؟ عاوز تبيع مراس ابوك يا مجدي؟ طب وفيها ايه بس يا صادق؟ ما انت عارف ان انا داخل في موضوع جواز، وابو سلمى بقى مصر يتمم مشروع الجواز ده بسرعه قوي، عشان كده انا محتاج فلوس كتير. يا مجدي ابونا تعب لحد ما ساب لنا الارض دي، ودي تعتبر من ريحته، ازاي نفرط فيها بالسهوله دي؟ احنا مش هنفرط فيها ولا حاجه، احنا هنبيعها بلاش كلها يا سيدي، هنبيع جزء منها. ايوه اعتقد ان بابا كان سايبها علشان نستمتع بيها وقت الحاجه، وادي وقت الحاجه جه اهو. اتفضل بنت حلال يا نهله، احضرينا وحياتك في الموضوع ده وقولي بقى اي حاجه. هقول ايه بس، دي حاجه بينك وبين اخوك، وانا ما احبش احشر نفسي في الحاجات العائليه دي. اما امرك عجيب قوي، وده وقت حلويات؟ انت معتبره نفسك من بره العيله ولا ايه؟ لا مش قصدي، بس اخاف اتدخل حد يزعل مني. لا يا ستي اتدخلي براحتك، الحق ما بيزعلش حد. بصراحة يا مجدي صادق عنده حق، خسارة تبيع الأرض. بالرغم كده أنا برضو مش مطمن يا سامي. حد يقول كده يا إخواتي؟ بقى صادق وكيل النيابة يطلع أخو مجدي؟ ده شيء ولا في الحواديت. مش مهم الكلام ده دلوقتي، المهم هنتصرف إزاي. ايه رايك يا سلمى؟ يا عيني على بختك يا بنتي اللي ما لحقتي تتهني. اسمعي احنا دلوقتي ما قدمناش الا حل واحد يقطع الشك في الراجل. ايه هو؟ انا هطلب من مجدي يكتب كتابه على سلمى في اسرع وقت. بس طلب زي ده مش تفتكر انه يبقى شيء غريب؟ شيء لابد منه، يا اما يوافق يا اما كل واحد مننا يروح لحاله ونخلص. على رأيك يا أبو سلمى. يا ابني يا حبيبي روق كده مال وسيبها على الله، ده ربك كريم قوي وإن شاء الله هتتحل. هتتحل إزاي بس يا ماما؟ بمشيئة الله كل حاجة. أنت هتعترض؟ لا مش هعترض ولا حاجة، بس أنت كمان ما تعمليليش زي صادق. صادق اصلا متصور ان فجاه السنه هتمطر علينا ذهب ولا فضه. يوه يا ابني يا حبيب قلبي، انت على طول مصرح كده في كل حاجه. ان كان قصدك على الارض بيني وبينك صادق اخوك عنده حق. ايه؟ ايوه يا حبيبي، الارض دي ورث المرحوم ابوك ولازم تفضل لعيالك. يعني انت كمان رايك من راي صادق؟ طبعا، ودي عايزه كلام. لا مش عايزه كلام ولا حاجه. انا كمان يا مجدي ما احبش ان اكون سبب في سوء تفاهم ما بينك وما بين اخوك، ما اقدرش انصحك بحاجه. طب انا اعمل ايه؟ انتوا مستعجلين وصادق وماما مش موافقين على مساله البيع، اتصرف انا ازاي؟ انت فاهم الامور غلط، احنا مش مستعجلين ولا حاجه، كل اللي طلبه بابا ان علاقتنا يبقى لها شكل رسمي، يعني نكتب الكتاب دلوقتي نبقى نتجوز على مهلنا. طب ايه رايك، انا عندي فكره. ايه رايك نتجوز مؤقتا في شقه ماما؟ اصله ممكن يعني. عندك حق، عندك حق، من غير ما تقولي حاجه، فعلا مساله مش مريحه، انت ممكن ما ترتاحيش وماما ممكن ما ترتاحش، ده غير ان الشقه صغيره فعلا وممكن ما تستحملناش. شفت مفيش قدامنا غير الحل الاولاني، نكتب الكتاب وبعدين لما نبقى نجيب شقه نبقى نتجوز على مهلنا. على العموم ما تحمليش هم، انا هجيب الفلوس من تحت تغطي الارض. اجازه.
الو الو ايوه يا طنط سلمى، ازيك يا حبيبتي؟ ده انت وحشتيني قوي. لا يا سلمى، مجدي مسافر. مسافر؟ اه، بيقول مأمورية كده تبع الشغل. لا يا سلمى، ما قالش الحقيقة، لا هيغيب كام يوم ولا مسافر فين. المهم يا حبيبتي، ده انت وحشتيني قوي وزي ماما وبابا. طب خلينا اشوفك يا حبيبتي. ان شاء الله يا طنط، مع السلامة. سأل عليه؟ ايوه حبيبي، اللي سألوا عليه كتير، بس ماما سلمى. طيب يا ماما، انا حابب اكلمها بس اريح شويه احسن، جاي تعبان قوي. تصبحي على خير يا ماما. وانت من اهل الخير بالسعاده يا ابني. يا ترى الجميل سرحان في ايه؟ مجدي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. وحشتيني. ده انت اللي وحشتيني. بجد؟ الا بجد. طب تصدقي يا سلمى لو قلتلك انك وحشاني اكتر من نفسي؟ يا ريت. يا ريت يا مجدي. يا ريت ايه؟ انا بهزر معاكي ولا حاجة؟ انت عندك شك في كلامي؟ لا، بس خايفة. خايفة مني؟ خايفة من بكرة، خايفة من الأيام ومن الزمن. سلمى، طول ما انت جنبي اوعي تخافي أبدا. بيروح مني أول ما إيدي بتلمس إيديك يا حبيبتي. خلاص يا حبيبتي، من هنا ورايح مش هيبقى في أي خوف. أنا جايب لك معايا النهاردة خبر يجنن. خير يا ترى؟ خلاص خلاص يا سلمى، كل مشاكلنا اتحلت وهيبقى لنا شقتنا. بجد يا مجدي؟ طبعا بجد. أمال أنا بهزر معاكي ولا إيه؟ تقعدي على بعضك بقى. صعب
صعبان عليا، كان نفسي تكوني في مكانها. معلش، ده انتي ضفرك برقبتها. يلا محظوظ. وده ايه ده بقى ان شاء الله؟ ستارة بيتهم عاملاها فستان ولا ايه؟ رجالة مش عارفة عاجبه وحاجبه فيها ايه. شيخة دي حتى مع صعصة كده عاملة زي فراخ الجمعية. ما كفاياك ونمي بقى. قومي يا صافر قصي. اهلا وسهلا. دي محفظه حضرتك كانت وقعت منك وانا لقيتها. ها؟ الف شكر، ميرسي قوي قوي. طب اتفضلي اشربي حاجه. لا معلش اتفضل. لا لا معلش. ايه ده؟
بينا يا محمد نشوف اخبار النهارده. عايز اعداد فبراير ومارس وابريل السنه دي؟ لا 89. حلو، دقيقه واحده بس. انا مش شايفه اي لزوم لنشر الصوره في الجورنال. طب على الاقل كنت استشرتني الاول. شوف هقول لك ايه، ولا لا. طالبة جامعية مع بعض سيدات المجتمع متلبسين في قضية أداء. الطالبة سلمى زاهر. سلمى زاهر. باشمهندس مجدي فين؟ اهو مكتبه هناك، اتفضل. شكرا. سامي، اهلا يا سامي، ازيك؟ ايه المفاجآت الجميله دي؟ اتفضل اتفضل. ايه بقى، اجيب لك شاي ولا قهوه؟ ولا ايه رايك اجيب لك الشربات على طول؟ ملوش داعي ملوش داعي. الحقيقه انا اترددت كتير قوي قبل ما اجي لك، لكن شفت من قلبي اني لازم انبهك. كمان ايه يا سامي، ما تتكلم على طول، انت كده وحشتني. انا مش عارف ابتدي منين، مش عارف ابتدي ازاي. ما تتكلم على طول يا سامي. خد اقرا الخبر ده، تقدر تفهم منه كل اللي ما قدرتش اقوله لك. هتصل بالاستاذ صادق. عمل معروف يا ابني بسرعه، يا الله لا يسيب. اطمني هيبقى بخير سليمه ان شاء الله. مجدي سلامتك يا ماما، يا الف سلام عليك يا ابني. خير يا ام؟ حصل ايه؟ اطمن يا ابني، الدكتور طمني وقال دلوقتي فوق ويبقى كويس. ومجدي فين دلوقتي؟ نايم. امال ايه اللي جرى؟ اللي جرى؟ اتفضل.
انت كنت عارف. ايوه يا امي. ايوه ما قلتش لاخوك ليه؟ كنت تنبهه قبل ما يندب بجوازه مهببه زي دي. البنت كانت بريئه يا امي وما سابتش عليها اي حاجه، وانا امرت بالافراج عنها بمجرد ما اتحققت من براءتها. برضو كان واجب عليك تقول لاخوك. يا امي ده جرح قديم ومات، ما تصورتش انه هيتفتح تاني. كانش فيه لازمه ابدا ان انا افتح جرح قديم. الجرح ما اتقفلش يا سي صادق، لا انت اللي داريت عليه. عن اذنك يا امي. مجدي مجدي ما تعملش في نفسك كده. كنت عارف يا صادق، كنت عارف ومخبي عليا. ليه؟ مش وقت الكلام دلوقتي يا مجدي. استريح استريح حبيبي. انا مش عايز استريح، انا عايز اعرف يا صادق انت ليه خبيت عني، ليه خبيت عن اخوك؟ معلش يا مجدي، اوعدك لما تقوم بالسلامه اقول لك على كل حاجه. انا عايز اعرف دلوقتي. برضو مش قادر اتصور يا صادق ازاي انت كنت عارف كل حاجه وما قلتليش. مجدي انا لو اعرف اي حاجه وحشه عن البنت كنت قلتلك، بس سلمى بريئه وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. إزاي عايزني أتهم بنت بريئة زي دي بالتهمة الفظيعة دي؟ طب واللي حصل يا صادق؟ اللي حصل واتنشر على صفحات كل الجرايد وأنت نفسك قريته. يا مجدي كل إنسان معرض يقع في مواقف زي دي، وأنا كراجل قانون المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. ايوه بس عند الناس هي مش بريئه، سلمى مش بريئه، لا سلمى متهمه والناس ما تعرفش عنها حاجه غير الاتهام وبس. هي دي غلطه الصحافه اللي شهرت بيها اثناء التحقيق، ولما ثبتت براءتها محدش اتكلم عنها خالص. اسمع يا مجدي، انا كوكيل نيابه وظيفتي ان انا اوجه الاتهام اثناء التحقيق، وكانسان شريف لما تثبت براءه المتهم لازم اقف جنبه وساعده، وده اللي حصل في حكايه سلمى. سلمى انسانه شريفه يا مجدي، ظروفها الوحشه هي اللي وقعتها في الموقف ده، والطب الشرعي اثبت عذريتها والتحقيق كمان اثبت براءتها. عاوز ايه اكتر من كده؟ انا ما يهمنيش لا الطب الشرعي ولا التحقيق، انا يهمني الناس. الناس يا صادق، ازاي هقدر اواجه نظراتهم ليا؟ ما تواجهش حد يا مجدي، انسى كلام الناس، المهم ان انت تقتنع من جواك ببراءة سلمى. لو مشيت ورا كلام الناس مش هيجيلك غير وجع القلب. مجدي اهلا وسهلا، اتفضل. قلقتني عليك، فكرت اجيلك بنفسي عشان اطمن عليك. متشكر اوي. مالك يا مجدي؟ انت لسه تعبان؟ سلمى في ايه؟ اتكلم. مش قادر اتكلم. المصيبة ان انا مش عارف لو اتكلمت هقول ايه. انا مش فاهم اللي حصل ده ازاي كان ممكن يحصل. وايه اللي حصل؟ ايه الموضوع؟ انت لسه مش عارفه ايه الموضوع؟ قضيتي
وهو اللي افرج عني واداني براءه. انا ما يهمنيش براءه النيابه ولا البوليس. انا كل اللي يهمني ازاي اواجه الناس. الناس عندنا ما بتصدق تلاقي فضيحه علشان تتكلم وتتكلم وتتكلم. تقدري تقولي لي ازاي هنهرب من كلام الناس؟ الناس؟ كل اللي يهمك الناس وبس؟ ما يهمكش انا؟ ما يهمكش اذا كنت بريئه ولا لا؟ وتفتكري اقتناعي انا شخصيا ببراءتك ده ممكن يقص السنه الناس؟ الناس 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 مفيش حاجه اهمك في الدنيا للناس. الناس اللي ما وراهاش حاجه غير انها تدينها لحمنا وتعلينا هما دول اللي يهموك. هما دول اللي انت عامل حسابهم. ايوه ايوه طبعا هما دول اللي انا عامل حسابهم وهما دول اللي انا لازم اعمل حسابهم لان هما دول اللي احنا عايشين في وسطهم. سلمى احنا ما احناش عايشين في جزيره معزوله لوحدنا. لا يرضيك يا سلمى ان انا اقضي طول عمري أهرب من ألسنة الناس؟ على العموم أنا مستعدة أحلك من أي رعب. إحنا زي ما بيقولوا لسه على بعض. أنا مش عايزة حد. نزلك عن كل عقلي. متعمليش في نفسك كده. خلاص اللي حصل حصل. اللي حصل حصل. ايوه ليه يحصل لي انا بالذات؟ ليه انا بالذات؟ ليه؟ تقدري تقولي لي ليه؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا بنتي واحنا هنعترض على امر الله؟ ده مقدر ومكتوب. ربنا اوسع من رحمته مفيش. بقول لك ايه يا حبيبتي؟ ايه رايك تروحي تقعدي كام يوم عند خالتك في الفيوم؟ اهو منها تغيري هوا وتريحي اعصابك بقى يا بنتي. عندك حق. انا محتاجه للسفر قوي. محتاجه له قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوق يا ضلالي. فوق يا حبيبي. مالك يا ابني؟ مالك يا حبيبي؟ مجدي في يا حبيبي؟ في ريح قلب امك يا حبيبي. ريح قلب امك. كل فين؟ Thank you.
ألف حمد لله على السلامة أبو الأمجاد. يا راجل خسرنا عليك. الله يخليك. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس. ازيك يا نصيف؟ ازيك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازيك يا استاذ هاني؟ الحمد لله. الله يخليك. أهلا وسهلا. اتفضلوا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اتفضلوا. الله إيه يا جماعة؟ أنتوا واقفين ليه؟ البيت بيتكم. اتفضلوا. اتفضلوا. اتفضل يا نصيف. اتفضل يا سيف. وليه بس الزوم والتعب ده كله؟ هو يعني احنا هنتعب لأعز منك؟ متشكر قوي. انت غالي قوي عندنا يا استاذ مجدي. ربنا وحده اللي يعلم انت معزتك في قلوبنا قد ايه يا استاذ مجدي. والله ما انا عارف يا استاذ نصيف هقدر ارد جمايلكم دي كلها ازاي، وازاي باقي الزملاء. الكل بيسلم عليك يا استاذ مجدي. طب ده انت حتى ليك وحشه في شكلي. اه والله ده حتى المكتب من غيرك مضلم. اه مضلم قوي يا باشمهندس. ايوه يا اسمك دي بقى لازم ترجع المكتب احسن، احنا من غيرك غلابه والحبايب بيسالوا عليك. ربنا ما يحرمني من سؤالكم دايما. على العموم يا جماعه انا الحمد لله خفيت لما شفتكم طبعا، وقريب قوي هرجع المكتب ان شاء الله. ده كان كابوس ونزاح. هنزل شويه اشم شويه هوا، زهقت من كتر النوم. انزل يا حبيبي شم هوا وانبسط زي ما انت عايز، وارمي من ورا ظهرك، انسى الهم ينساك، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيرزقك بواحده بنت حلال احسن منك. ما تفكريش يا ماما، انا كمان خلاص ما عدتش بفكر في الموضوع ده خالص. كل اللي يهمني دلوقتي شغلي وبس، هحط همي في شغلي وان شاء الله هقدر انسى. مع بعض ايه اللي قلب حالك كده؟ نصيف ابعد عني الساعه دي، انا روح في بلا خيري. طبعا ما هو ما دام البيت شرف يبقى مش هنشوف منك ريق حلو بعد كده. Mm-hmm.
الشاي يا استاذ نسيم. اللي اقول لي يا حنك. ايوه. ايه حكايه الاستاذ مجدي؟ انا سامع كده حاجات مش تمام. حاجات زي ايه؟ بيقولوا انه بيقعد في الشركه بعد الموظفين ما بتنجح. انا سمعت من بتاع الحراسه الليليه انه بيقعد للساعه 11 بالليل وساعات للساعه 12 كمان. اه قلت لي بقى ينسى. انت قلت لي بيقعد للساعه كام؟ انا قلت لك ان هو بيقعد للساعه 11 وساعات اكتر من كده كمان. انما الشهاده لله انا مش وقتش. الحارس الليلي هو اللي قال كده. طيب روح انت يا حاج. طيب. القهوة يا باشمهندس. اشكرك يا عم حنان. عفوا بيه. هو نصيب جه ولا لسه؟ ده انا من بدري يا بيه. طب استناني شوية يا عم حنان لو سمحت. تحت امرك. ثانية واحدة. الاستمارات دي تاخدها وتقول نصيب بيه اختمالي. من عناية. شكرا. مهندس مجدي بيقول لك اختم له الورقه دي. روح قول له نصيب مش عايز يختمهم واللي عايز حاجه يجي يختمها بنفسه. والله براحتك بقى. يلا يا حبيبي. يعني ايه اروح اختمهم انا لنفسي؟ هو بيهرج ولا ايه؟ والله يا باشمهندس ما على الرسول الا البلاغ. طب روح انت يا عم حنفي انا اتصرف. ايه يا استاذ نصيف؟ يا باشمهندس معناها ايه ان انا ابعت لك الاستمارات مع حنفي عشان تختمهم؟ تقول له خلي الباشمهندس يجي بنفسه. انا يا باشمهندس؟ يا باشمهندس ده حنفي جالي قال الباشمهندس بقول لك اختم دول. قلت له طب لا مؤاخذه يا حنفي عشان انا باكل بس وزي ما حضرتك شايف. قال لي طيب انا هبعت لك الباشمهندس بقى بنفسه يوري لك شغلك. ادي اللي حصل يا باشمهندس. حنفي قال لك كده؟ وانا يعني بجيب الكلام ده من عندي ولا مؤاخذه يا باشمهندس؟ طيب من فضلك اختمهم لي. طب شوف يا باشمهندس انا هقوم دلوقتي اغسل ايديا واجي اختم لك الورق وبعدين ابقى اكمل اكل. لا ولا يهمك، كمل انت اكلك على مهلك ولما تروق وتفضى ابقى اختمهم على مهلك. لا استنى يا باشمهندس استنى. وانا خلصني برضو ان انا عطلك. ده انت مجيتك عندي بالدنيا يا باشمهندس. اتفضل حضرتك خد المفتاح وافتح الخزنه، طلع الختم واختم الاوراق اللي انت عايزها. بس ايه يا باشمهندس؟ ما بسش، الدار امان، وانت انا هتاخد ايه؟ اتفضل حضرتك اتفضل. متشكر يا اصيل. اتفضل يا هندسه. ده المفتاح مش كده؟ ايوه يا باشمهندس. افتح. يفتح ازاي ده؟ اليد يا باشمهندس، امسك اليد كويس وافتح. انا شخصيا والله يا نصيف لو ما كنتش واخد اجازه بكره ما كنتش استعجلت عليهم. امال فين الخيط؟ في الدرج هندسه. معقول يا نصيف بدنجان في المكتب؟ اتفضل يا باشمهندس اتفضل. انا والشيف يا سيدي. متشكر قوي يا نصيف. لا انا اللي متشكر يا باشمهندس. يا هندسه.
مع السلامة يا باشمهندس. السلام عليكم. مع السلامة. مجدي حبيبي مش ترحم نفسك شوية؟ كل ليلة سهر سهر يا ابني، حرام عليك صحتك. عندك حق يا ماما، أنا فعلا تعبت قوي، عشان كده خدت بكرة أجازة وهقضيه كله في النوم. صحيح يا مجدي؟ طب خلاص يا حبيبي، بدل خدت أجازة وهتقعد في البيت طول اليوم، أنا هلغي كل مشاويري وأقعد معاك. مشاويري إيه يا ماما خير؟ ابدا، خالتك اصلها كانت تعبانه شويه، كنت هروح اطول عليها واقضي معاها اليوم بدل ما انا قاعده طول النهار لوحدي حاطه ايدي على خدي. لكن بدل انت قاعد يا حبيبي انا هقعد معاك. بس انا بقى عايزك ما تعطليش نفسك، لان انا شخصيا هقضي اليوم كله في النوم، فبرضه هتقعدي لوحدك فاستفيدي مشوارك احسن كده. طيب يا ابني بقول ايه، مش عايز اعمل لك حاجه قبل ما امشي. يا ماما ما قلت لك هنام هنام. طيب الله. لا انت مجدي محمد علي؟ ايوه. فتشوا الشقه. ايه في ايه يا حضرة الضابط؟ دلوقتي تعرف. طب افهم، طيب هو انا عملت حاجه غلط؟ يعني ما انتش عارف عملت ايه؟ لا طبعا. على العموم كل حاجه هتبان دلوقتي. الفلوس دي جبتها منين يا استاذ مجدي؟ يا فندم قلت لك دي فلوسي. 50,000 جنيه جبتهم منين؟ الفلوس دي تمن الارض اللي ورثتها عن المرحوم ابويا، ولسه بايعها عشان كنت ناوي اتجوز بيها. هو في حد يسيب مبلغ زي ده في البيت؟ قلت لحضرتك الفلوس دي كنت مخليها عشان اشتري شقه اتجوز فيها، لما ما حصلش اسمه وما اتجوزتش خالص نسيت الموضوع وفضلت الفلوس في البيت. يعني بتنكر ان انت سرقت الشركه اللي بتشتغل فيها؟ ايوه طبعا بنكر، انا لا يمكن اعمل حاجه زي دي. امال مين اللي عملها؟ على العموم تبقى تقول الكلام ده في النيابه. خدوا عسكري. زي ما انت عارف الواجب فوق كل شيء. مفيش شك، بس انا متاكد ان مجدي بريء. للاسف الادله كلها ضده، وبعدين لقوا بصماته داخل الخزنه. ما هو قال لحضرتك ان الاسم نصيف اداله المفتاح عشان يدور على الخط. ما هو الاسم نصيف ده انكر كل الكلام ده. طب والفراش؟ ايد كلام نصيف، والحارس الليلي قال انه شافه خارج من الشركه وفي ايده لفه. البحث الجنائي اثبت ان الخزنه اتفتحت بمفتاحها، مفيش اي مظاهر للعنف. امين الخزنه اللي اسمه نصيف بيقول ان المفاتيح ضاعت منه وبعدين لقاها، وبيشك ان مجدي يكون سرق المفاتيح دي واستخدمها. تفتكر شخص زي مجدي في علمه وثقافته بالسذاجه دي يعني لو حب يسرق خزنه يسيب بصماته عليها؟ واضح ان الجريمه دي مدبره عشان تلبسه. على العموم يا استاذ صادق التحريات شغالة واحنا مش نايمين، وان شاء الله كلامك ده يطلع صحيح.
ضبط مهندس بالشركة الهندسية للمقاولات يسرق خزينة الشركة التي يعمل فيها. ده افتراء! كل الكلام المكتوب هنا افتراء. مجدي مش ممكن يعمل حاجة زي دي أبدا. الجريدة نشر خبر زي ما تكون عايزة تشهر بيه، مش مجرد خبر بتنشره. والله العظيم ثلاثة أنا ما أنا مصدق إن الأستاذ مجدي يعمل كده. معقول؟ أيوة بس يا أستاذ صفوت، لا مؤاخذة يعني، هم هيجيبوا الكلام ده من عندهم. ما التحقيقات أثبتت كده يا عم حنفي. التحقيق لسه ما أثبتش حاجة. التحقيق لسه شغال. يعني ممكن جدا تظهر براءته. لما تبقى تظهر براءته بيقولوا إنه بريء. ما هي المشكلة إن الصحف اللي من النوع ده يهمها قوي نشر فضائح المتهمين، ولما يطلعوا براءة لا حس ولا خبر. شايفاه بيدافع عنه ازاي؟ باين عليه مقسم. يا عبيطة، مش لو كنت اتجوزتيه كان زمانك هبرتي الهبرة دي كلها. يا صادق بيه، أنا مقدر دفاعك عن أخوك وإيمانك بمراته، وإن كانت كل أدلة الاتهام ضده. إيه بس دي أدلة متلفقة، تلفيقها واضح جدا. سيادتك راجل قانون، عارف إن سبيلنا الوحيد هو الأدلة. وياما مجرمين كتير فلتوا من العقاب لعدم ثبوت الأدلة. ده صحيح للأسف. بس ده مش معناه إننا نستسلم. وأنا بوعد سيادتك إن أستمر في تحرياتي علشان أكشف غموض القضية. أنا متشكر جدا. العفو يا فندم جوابي. سلمى، مش معقول. أستاذ صادق، إزاي مجدي؟ أنا مش مصدق. كمان جاية تسألي عنه؟ اللي ضايق الظلم هو بس اللي يقدر يحس بأحاسيس المظلوم. وكمان مقتنع ببراءته. تمام زي اقتناعك ببراءتي. أستاذ، ممكن أشوف مجدي وأطمن عليه؟ أدخل. في مع عسكري، استنى بره. اتفضل يا استاذ مجدي. معلش يا مجدي، انا عارف انك بتتعذب كتير، بس ده قدرنا ولازم نرضى بيه. اطمن يا حبيبي، براءتك هتظهر قريب قوي. انا عمري ما حسيت ان الظلم طعمه مر قوي كده. تصور يا صادق، تصور لو انا كنت الجاني الحقيقي ما كنتش احس بحجم الالم اللي انا حاسه جوايا دلوقتي. معلش، ده امتحان من ربنا وعاوز يمتحننا فيه. على فكره في ضيف جاي عاوز يشوفك. ضيف مين ده؟ لا دي مفاجاه. في ظروف صعبة كده واتخلى عنك مهما حصل. سلمى أصرت إنها تيجي عشان تطمن عليك. أنا دلوقتي حسيت إن أنا في سجن أكبر من الأول. بكرة تظهر براءتك يا مجدي وترجع لنا بالسلام. أرجوك يا صادق، أرجوك أعمل أي حاجة. أنا لازم أخرج من هنا. نفسي أخرج علشان أصلح غلطة كبيرة ارتكبتها في حق نفسي وفي حقك يا سلمى. بكره تخرج بالسلامه وتعمل اللي نفسك فيه، المهم دلوقتي تستحمل شويه واحنا مسكتين. براءتك هتظهر زي ما وعدتك. سلمى انا اسف، متشكر قوي. مفيش بيني اسف. انا قدرت اوصل لمعلومات ممكن تفيدك. على فكره واضح ان اللي اسمه نصيف ده بني ادم غير سليم بالمره. ده واد قمرزي، مع ان مرتبه كويس جدا غير البدلات والحوافز والمكافآت، انما بيجي يوم 5 في الشهر يستلم. مفيش موظف في الشركه اللي استلف منه. على العموم دي معلومات مهمه جدا وممكن تفيدنا. ايه المعلومات اللي انت عندك؟ حنفي الفراش، الناس في الحته عنده بيقولوا انه اشترى تلفزيون ملون.
رغم انه ما كانش عنده تلفزيون من اصل، لدرجة انه كان لما بيحب ينزل يتفرج على ماتش كورة كان بيشوفه في القهوة. يمكن في اتفاق بينهم. على العموم انا هعمل اتصالاتي واحطهم تحت المراقبة، وكده نقدر نوصل للنتيجة. هتقلب لي دماغك كل شويه، تقل لي جابك البيت. انا مش قلت لك مقابلاتنا دي تهبط شويه لغايه لما التحقيق ينتهي؟ وحقك حقك ايه؟ واللي خدته ده بتسميه ايه؟ بقى الملاليم اللي انت اديتهاني دي بتسميها حق؟ امال الهبر اللي انت هبرته ده تسميه ايه؟ يا حنف انت ما عملتش اي حاجه، انا اللي قمت بالشغلانه كلها. ما هو لولا انا ومساعدتي ليك ما كنتش طولت مليم احمر. على العموم الموضوع لسه متعلق والنيابه لسه بتحقق وانا لسه ما خدتش حقي. ايه رايك بقى؟ ايه يعني بتهددني يا حنفي؟ والله تسميها زي ما تسميها بقى. حنفي عندك ايه يا مجنون؟ بتعمل ايه؟ الو اي بتقول ايه؟ كويس كويس قوي. طيب طيب انا هتصرف. مع السلامه. في ايه يا صادق؟ نصيف مسكوه وهو بيحاول يقتل حنفي واعترف ان هو اللي سرق الخزنه. اديني وكيل النيابه دلوقتي. يا استاذ مجدي اقدر اقول لك الف مبروك على براءتك. حنفي ونصيف اعترفوا ان هما اللي سرقوا الخزنه ولفقوا لك انت التهمه، وبعد التحريات عرفنا ان الفلوس اللي لقيناها في بيتك كانت فعلا بتاعتك بعد ما بعت الارض. ارجو ان احنا ما كناش سببنا لك اي ازعاج. على العموم هو خد جزاؤه لانه ما قاليش وراح باع ارضه من ورايا. المهم دلوقتي خلاص، اخيرا خلاص. ايوه يا استاذ مجدي خلاص. انا امرت بالافراج عنك من سرايا النيابه فورا وبدون ضمان، يعني انت دلوقتي تقدر تروح. شكرا جدا. شكرا يا فندم. ألف شكرا. شكرين. شكرين جدا. مبروك يا عم.